السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبات وطالبات الفرقة الثانية كلية تجارة جامعة كفر الشيخ. في البداية بحب أهنيكم بعيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. بناخد النهاردة المحاضرة الثانية في مادة Studies Insurance، الدراسات التأمينية بتاعتنا. بنكمل مع بعض Mathematical Tools for Life Insurance، الأدوات الرياضية اللي قلنا هنعتمد عليها في تأمينات الحياة. We have three Mathematical Tools are consider the best that are depend upon in Price Insurance. أنا بعتمد على ثلاث أدوات عندي في تسعير التأمين. أخدنا التول الأولى بتاعتنا ده ستيبل المرة الأولى، زي ما قلنا ان احنا عندنا 3 تولز. بناخد النهاردة التانية probability of life and death. طيب بنشوف مع بعض كده secondly probabilities of life and death evaluating the probabilities of death and life proceeds is reckoned as one of the most essential used in life table due to life length in insurance contracts. As they depend in futuristic expectation in results, we have different two case. فإحنا يعني احنا المفروض ان احنا بتعتبر عمليه تقدير الاحتمالات بتاعه الحياه والوفاه دي تعتبر من اهم استخدامات جدول الحياه والوفاه. وده ليه؟ ده لان عقود التامين بتاعه الحياه بتعتمد في الحسابات او الحسابات بتاعتها على النتائج المتوقعه بتاعتي في المستقبل. هنا باخد حالتين مختلفتين لل probabilities of life and illness، احتمالات الحياة والوفاة. عندي حالتين مختلفتين معايا، بنشوفهم مع بعض. نشوف ايه الحالتين دول. اولا لو المدة بتاعتي ال an observation year period، لو هي كانت الفترة بتاعتي فترة observation او فترة الملاحظة لمدة سنة واحدة. It is possible to get probabilities of life and death of an individual within a year directly from life table as BX. الاحتمال الاولاني احنا بنرمز له بالرمز X. طب BX عندنا what's mean؟ يعني هي بتعني ايه؟ life probability for a person of X years بتعني احتمال الحياة لشخص، هو لشخص هنرمز له بالرمز X symbolized. العمر بتاعنا قلنا هنرمز له او الايدج هنرمز له بالرمز X. X من السنوات X years. What she means that a person may live for X plus one years. يعني الشخص اللي عندي ده احتمال حياة شخص لمدة شخص عمره اكس لمدة سنة. يعني الشخص اللي عندي ده احتمال انه هو يعيش لغاية عمره ما يبقى اكس زائد واحد. يعني لو انا عندي شخص عمره 20 سنة فالبي اكس بتعني انه هو يعيش لمدة كمان سنة. يعني لما يكمل الاكس
بتاعتي لو هو عنده 20 يبقى اكس زائد 1 هتبقى 21. وبالتالي احنا الدالة بتاعتنا دي اكس ايكوال اللي اكس بلس 1 ديفايدد اللي اكس. اكزامبل نشوف مع بعض كده. اكزامبل وليكن الشخص عندنا اللي عايز احسب له احتمال الحياة سنه 25 سنة. اذا بي 25 equal ال 26 divided ال 25. Q X the probability for person this of X years old during the next years. That means he is not still alive when the full age x plus 1 year. طيب معنى الكلام بتاعنا ده ان كيو اكس بتاعتي اللي هي احتمال الوفاة بتاعت شخص معين. انا بعتذر لو هو الصوت الناس اللي في الشارع ظهروا كده لان البيت على شارع معلش، فهو اي صوت بيبقى ظاهر شوية. فبنقول هنا عندنا ان كيو اكس بتاعتي احتمال الوفاة بتاعت الشخص اللي عمره اكس، بنقول ان هو احتمال انه يتوفى خلال السنة التالية. تمام؟ طيب يعني الشخص ده ممكن يعيش معايا لغاية لما يبقى ايه؟ لغاية لما يبقى عمره اكس زائد 1. تمام؟ يبقى هنا عندي الشخص ده لو كان مثلا عنده 20 سنة، بنشوف اكزامبل الشخص ده لو كان عنده 25 سنة وانا بجيب له احتمال الوفاة بتاعه، انا بجيبه ازاي؟ Q 25 equal D 25 divided L 25. يعني انا باخد احتمال الوفاة، باخد عدد الوفيات دي 25، عدد الوفيات زي ما عرفنا المرة اللي فاتت، على عدد الأحياء اللي عند نفس العمر. طيب أنا كنت بجيب الدي إزاي؟ الدي دي ممكن أشيلها وأحط بدلها إيه؟ دي 25 equal L 25 plus L 26. او ان انا ممكن استعيد عن الكسر بتاعي ده بالكسر التاني، بس انا في الاساس المفروض اعرف ان عدد الوفيات على عدد الاحياء خلال نفس السنة ده بيديني احتمال الوفاة بتاعي. ده لو هو انا عارفة الاكس بتاعتي بكام. فاحنا عندنا هنا القانون بتاعنا بيقول ايه؟ كيو اكس ايكوال دي اكس ديفايدد ال اكس ايكوال ال اكس بلس سوري ماينس ال اكس بلس 1 ديفايدد ال اكس. كيس نمبر بي او الحالة التانية بتاعتنا multi observation period. يعني انا لو كان عندي فترة الملاحظة بتاعتي اكتر من سنة، كون بقى 5 10، المهم انها اكتر من سنة.
لو كانت سنة احنا خدنا احتمالين اتنين بي اكس والكيو اكس، خدنا البي اكس والكيو بي اكس اهيت والكيو اكس. اما لو كانت اكتر من سنة فبنشوف عندنا تلات احتمالات هناخدهم برضو معانا، بنشوف اول واحد فيهم بي اكس باور ان. لو انتوا واخدين بالكم ملاحظين ان هنا البي اكس باور ان ده نتيجة ان الان هنا ممكن تكون 9 10 20 30 اي رقم بخلاف الوان. ففترة الملاحظة لو كانت سنة تبقى البي اكس باور 1. طبعا لو هي اكتر من واحد انا بحط الرمز بتاعي ان، يعني عشان ان هنا بتكون عدد غير الواحد 2 3 5 وهكذا. فهنا البي اكس باور ان life probability for a person of x years دي بتعني احتمال ان شخص عمره x، هي البي اكس احتمال ان شخص عمره x. which means تاني ايه؟ that a person may live for x plus n يعني years، الشخص ده هيعيش لمدة ان من السنوات، ان من السنوات بلس اكس يعني هيعيش لمدة ان من السنوات زائد ان، ان من السنوات زائد الايه؟ زائد عمره اللي هو اكس. زين بي اكس باور ان ايكوال ال اكس بلس ان divided lx. For example b25 power 10 equal l36 divided l25. then qx power n equal او نقول زمين بتعني بالنسبة لنا ايه؟ the probabilities for person this of x years old، تعني ان احتمال الشخص اللي عنده x ده ايه؟ ده خلال السنة الجاية during the next n years احتمال انه هو يتوفى عندي خلال الكام سنة اللي جايين، احتمال وفاة الشخص اللي عمره شخصه عندي عمره اكس احتمال انه هو يتوفى او يموت خلال ان من السنوات. طيب بنشوف الدالة بتاعتنا كده بنجيبها ازاي؟ هي نفس الدالة اللي احنا شفناها فوق، بنبص كده على الدالة بتاعتنا بنشوف ايه الاختلاف اللي فيها، بنقراها مع بعض وبعدين بنشوف الفرق بينها وبين الدالة لو كانت فترة الملاحظة عندي سنة. QX باور N equal lx minus lx plus n divided lx. طيب شايفين الدالة بتاعتي دي؟ ايه الفرق بينها وبين الدالة اللي احنا اخدناها فوق؟ الفرق الوحيد اللي هنا هو اني كنت بقول plus 1 لان فترة الملاحظة كانت سنة واحدة، لأن الكيو بتاعتي كانت باور 1
اما هنا الكيو باور ان بنركز عليها وبنشوفها كده، بنحفظها وبنطلع نشوف الدالة بتاعت الكيو اكس فوق، اللي بتاعت كيو اكس بتاعتي اهي. ركز في الجزء ده كده، بلاقي ان كيو اكس باور 1 ايكوال ال اكس ماينس ال اكس بلس 1 ديفايدد ال اكس. ايه الاختلاف اللي في الجزء ده عن الجزء التاني؟ لو انا حاطه هنا عايزه كيو اكس باور ان ان ييرز، بحط بلس ايه، بلس ان، بشيل الواحد وبحط الان عشان ما نقولش احنا في عندنا دوال كتير، لا احنا بنحاول نشوف كده بنفهم بالراحه الاختلاف اللي ما بين الدوال بتاعتنا عشان تبقى سهله في التطبيق. For example, Q25 power 10 equal L25 minus. هنا عندي في حاجة بسيطة خالص، دي L25، نشوف التعديل معلش كده في ثواني. الدالة بتاعتي ثواني، هو اللي البرنامج محتاج ان انا اسطبه تقريبا تاني. ثواني انا بعمل التعديل قدامكم، هي كان في خطأ في الدالة بتاعتي. باخد 25 بلس 10، ابقوا اعدلوها في الكتاب من فضلكم. تمام، انا بعدل الجزء ده، انا ما كنتش اخدت بالي منه، هي كانت ناقصة معايا ال 25. تمام، بنشوف تاني. يبقى هنا Q25 باور 10 ايكوال L25 ماينس L25 بلس 10. يعني انا بضيف معايا ال LX، باخد ال LX زي ما هي وبضيف عليها ال N. ال N عندي هنا بتن، تمام، فالسن بتاعي علشان السن بتاعي يطلع الفترة اللي هي during 25 and 35، الفترة اللي ما بين 25 و35. احنا كل الاجزاء اللي احنا بنشرحها دي هناخدها دلوقتي عملي، بحيث انها تبقى بإذن الله اسهل عليكم شوية. كمل مع بعض. ام سلاش كيو اكس، بنلاحظ ان الشرطة دي مش يعني divided، هي مش اسم ولا حاجة، لكن دي شرطة عادية، عشان كده بنقول slash. فبنشوف احتمال تاني اللي هو لو في شخص هيعيش فترة في المستقبل مش زي دي، ده بيموت خلال ان كان بيموت ايه، بيموت خلالها. لكن ام سلاش الفترة دي الشخص بيعيش خلالها. It's mean the probability for person death of x years، الشخص اللي عنده x من السنوات ده years old، ايه اللي هيحصل له؟ 2
died during the next year but after، يعني الشخص ده هيموت خلال الفترة التالية. but after ايه؟ بنركز هنا، بنلاقي ان الشخص ده هيتوفى لكن بعد. but after a different period equal m m years. يعني بنركز مع بعض كده، بس نقول ان كيو اكس احتمال وفاة شخص عمره ايه؟ اكس. احتمال وفاة شخص عمره اكس من السنوات، هيتوفى خلال السنوات القادمة، لانه هو احتمال وفاة. الشخص عمره اكس هيتوفى خلال السنوات القادمة لكن بعد، but after ايه؟ بعد فترة تأجيل بتساوي ام من السنوات. تمام، بنشوف كده الجزئية دي بأرقام معانا. for example القانون بتاعنا لما بنركز فيه كده كيو اكس سلاش ام ايكوال ال اكس بلس ام ماينس ال اكس بلس ام بلس 1 ديفايدد ال اكس. بنلاحظ هنا ان الشخص انا في المقام باستمرار بحط الاكس بتاعتي الايدج اللي هي انا بحسب لها الاحتمالات بتاعتي. يبقى هنا عندي كان سواء كان احتمالات وفاة، احتمالات حياة، سواء كانت فترة الملاحظة سنة، فترة الملاحظة اكتر من سنة، فانا باستمرار المقام بتاعي ايه؟ الاكس. القانون بتاعي نفس القانون بتاع كيو، بس الفرق الوحيد هنا ان انا ضفت فترة التأجيل بتاعتي اللي هي ام. طبعا انا بحط فترة التأجيل في الطرفين بتوع المعادلة بتاعتي. نشوف مع بعض كده. هنا لو الشخص ده عمره، انا هعدل لكم كمان الجزئية دي عشان تبقى ظاهرة قوي معايا. الشخص ده عمره الايدج بتاعتي دي 25 والام عندي ب10، هي حاجات بسيطة كانت فاتتني وانا بجهز لكم المحاضرة. كبرها شوية عشان تشوفوها. كيو 25/10 احتمال وفاة شخص عمره 25 سنة بعد فترة تأجيل 10 سنوات equal ال 35، باخد عدد الأحياء اللي هم عمرهم 35. الخمسة وتلاتين دي هي عبارة عن 25 بلس 10 اللي هي الاكس. اكس عندي بكام؟ ب25 بلس 10 زائد 10 اللي هي الايه؟ الام. هنا بلس ام، ام الام اهيت، فالام هنا انا معوضة عنها عندي بايه؟ ب10. يعني باخد 25 زائد 10 بتساوي ايه؟ بتساوي 35. ماينس بطرح منها ايه بقى؟ بطرح منها عدد الاحياء اللي عند نفس السن بس ايه؟ زيادة 1. طب جبنا الواحد ده منين؟ الواحد ده اللي هو
طالما انا الباور عندي فاضي هنا، ده معناه ان هو باور 1. بتمنى ان المعادلة تبقى بالنسبة لكم واضحة. هنا كمان الاحتمال اللي بعده اللي احنا هنشوفه، ممكن بدل باور 1 بحط باور n، يعني يبقى في عندي m سلاش n، يعني الاحتمال اللي جاي بسيط جدا. فهنا بالتالي الاحتمال اللي جاي هعمل فيه ايه؟ بشيل الواحد اهي الواحد وبحط بدلها n. ده الاحتمال اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. ننزل كده نشوف الاحتمال الجاي بتاعنا، وبعدين نشوف مثال مع بعض نطبق فيه. كيو اكس باور ام سلاش ان اتس مين ذا probability فور بيرسون ديس اوف اكس ييرز اولد تو ضايا during the next n years but after a several period equal m years. That mean he is dire during the period of the age x x plus n to x plus m plus n. هنا عندي بيقول لي ان احتمال ان شخص يتوفى، لان كيو احتمال وفاة، احتمال ان شخص عمره اكس، او احتمال الوفاة لشخص عمره اكس من السنوات يتوفى خلال السنوات التالية، او خلال ان التالية من السنوات. But after، بس بعد فترة ديفرال بيريود، فترة تأجيل عندي equal m، بعد فترة تأجيل m من السنوات. طيب هنا بنشوف مع بعض الدالة بتاعتنا qx power m slash n equal lx plus m minus lx plus m plus n divided lx. For example شوف كده مثال بالأرقام مع بعض. q 14 power 10 slash 5 equal ال 14 بلس 10 ماينس ال 14 بلس 10 بلس 5 ديفايدد ال 14. فهنا قلنا بناخد باستمرار عندنا الاكس بتاعتنا اللي هي المطلوبه دايما، انا ما بغيرهاش، باخدها عمر الشخص الحالي، ده اللي انا بحطه في المقام بتاعي. ضفت عليها في البسط ام، اهيت الام عندي بكام هنا في المثال؟ بعشرة. شلت الاكس وعوضت عنها بالاربعين، مضاف اليها العشرة بتاعت فترة التأجيل. طيب انا حطيت الفايف دي فين اللي هي المقصود بيها الان؟ حطيتها هنا في الجزء الثاني، اهيت ال 14 بلس 10 بلس 5. الفايف دي كانت في الجزء اللي قبله، انا حطاها بلس 1، ده لان كان عندي في الجزء السابق بدل الفايف هنا، كان انا كنت سايبة الباور بتاعي فاضي، ده معناه ان هو اس واحد فما كناش حاطينها، فحطيت بلس 1. ده الفرق الوحيد اللي هو في الفرق ما بين الاحتمال ده والاحتمال اللي قبله. بنشوف كده مع بعض لما بينطلب مني الاحتمالات دي بتنطلب ازاي، او بنشوف مثال من اللي احنا
لو حبينا نحطه في الامتحان احنا هنجيبه ازاي. write the technical meaning of the following symbols. calculate the value of each using the نشوف mortality table data. فانا بكتب في المثال بتاعي اللي هو جاي لي بالشكل ده، بيقول لي اكتبي الرمز بتاعك، الرموز اللي عندي دي اللي موجود معايا هو بيعني ايه. كمان طالب مني ان انا احسب الفاليو بتاعته، القيمة بتاعته من جدول المورتاليتيز الوفيات بتاعي. طبعا احنا هيبقى معطى معانا في الامتحان اللايف تيبل اللي انت هتحسب لي منه. فانا عندي هاخد الرمز الاولاني بتاعي ده، بشوف انا هكتب الدالة بتاعتي ازاي، وكمان انا هعوض او هاخد ازاي او هكشف ازاي في المورتاليتيز تيبل بتاعتي. تعال نشوف سوليوشن بتاعتي. اول حاجة هو طالب بيقول لي اكتب المعنى، تمام؟ احنا المعنى كنا اخدناه من شوية، فانت بتكتب المعنى اللي انت ايه حافظه معايا. بتقول لي ان احتمال ان شخص، احتمال وفاة لشخص عمره 30 سنة خلال 10 سنين، احتمال ده اسمه احتمال وفاة لشخص عمره 30 سنة. طب الشخص ده هيتوفى خلال ايه؟ خلال 10 سنوات. يعني الشخص ده هيتوفى قبل ما يكمل 40 سنة. طبعا احنا خدنا برضو الدالة بتاعتنا ازاي بتقدر تعوض لي فيها لغاية الجزء ده، شرحناه بما فيه كفاية. فاحنا فاضل لنا بس نعرف ال L30 دي وال L40 وال L30 انا جبت القيم بتاعتها دي من فين. فانا دلوقتي عايزة اعرف اجيب ال L30 دي ازاي. بقى احنا هنا كل الرموز اللي عندي اللي انا عايزاها ال L30 L40 L30. تعالوا نشوف لايف تيبل اند ديس بتاعي اللي هو موجود في نهاية الكتاب. القيم بتاعتي بجيبها منه ازاي؟ ادي لايف تيبل اند ديس، جدول الحياة والوفاة بتاعي. انا طالبة خانة ال ال عند الايدج بتاعتي 13، باجي واخده الرقم ده نقلاه زي ما هو اهوت. احنا هنغيره نخليه بالاحمر، ده عشان اللي يراجع المحاضرة بعد ما نخلصها يعرف انا خدت اي رقم. خدت معايا كان مطلوب ال L30 L13 and L14. تعال نشوف ال L40 بننزل في نفس الخانة كده، فين ال L40؟ اهي معايا، ثواني، ال L40 اهيت. ما بتراجع المحاضرة ابقى شوف الرموز عندك، افتح الجدول اللي هو بعد الجزء الخاص بالانشورنس هتلاقي الجدول ده موجود معاك. اتعلم تكشف في الجدول وتطلع الارقام. تعالوا نشوف كده الارقام اللي احنا خدناها. انا كنت بس محتاجة اللي عند دخلت خانة الايدج بتاعتي او العمر اللي كان الرمز بتاعها اكس، سمبلايزد اكس، ده دي الاعمار.
خدت الرقم بتاع خانة ال LX اللي عند سن ال edge بتاعتي ال 30. تعالوا كده اشوف انا واخده الرقم بتاعي صح ولا لأ. ثواني، تعالوا نشوف. 97972 900، بطلع كده 972000، 972000، هي 972168. انا جبت طبعا المقام والبسط عندي نفس الرقم اللي هي ال 30 ماينس ال 40. انا كمان مظلله لكم ال 40، بتطرح لي الرقمين من بعض وبتقسمهم على البسط وبتطلع probabilities بتاعتك، الاحتمال بتاعك. يبقى هنا عندي احنا مش مطلوب مننا في الجزء ده غير ان احنا نشتغل بايدينا. بمسك الخانة بتاعت ال L طالما انا بشغالة على ال L، وبنزل عند السن بتاعي اللي هو المطلوب، وباخد الرقم وبحطه في الدالة بتاعتي عشان اطلع الاحتمال. بنشوف مع بعض المطلوب اللي بعده طالب مني ايه. طبعا هو ده الشكل اللي هو بتاع الامتحانات، بيبقى مطلوب منك ان انت تفسر لي الرمز، تقول لي المعنى بتاعه. دي اول جزئية. تاني جزئية تكتب لي الدالة. تالت جزئية ان انت تكشف لي في الجدول بتاعك بتاع جدول الحياة والوفاة، وتعوض لي عن الرموز اللي انت حاططها. يعني ال LX طلع لي الرمز بتاعه، ال LX زائد N تطلع لي القيمة بتاعتها، وتعوض لي وتطلع لي الناتج. طبعا الدرجة بتكون متقسمة على الثلاث مطالب اللي عندي. الجزء اول جزء زي ما قلنا المعنى، وبعدين الدالة، وبعدين التعويض. بنشوف وهكذا هنحل الاحتمال التاني والتالت والرابع معانا. الاحتمالات موجودة، نشوف الاحتمال التاني فسرناه، وبعدين كتبنا الدالة. دي حاجات شرحناها طبعا من بداية المحاضرة بنشرحها. الجزء الجديد بس اللي هو كان التعويض، عرفنا احنا بنعوض ازاي. يعني ال L60 عندي هنا، طبعا احنا قلنا البسط دايما اللي المقام بياخد ايه، بياخد السن اللي هو مطلوب عندي. طب هنا ليه هنا من 50 طلعت في البسط بس 60؟ لان في فترة تأجيل. فترة تأجيل كام سنة؟ 10. 50 يعني الستين دي عبارة عن 50 زائد 10. طيب ال65 دي حد فاكر كده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال50 اللي هي اكس زائد 50 دي زائد 10 زائد 5. دي اللي ايه؟ 65 جت من هنا. بتمنى ان انتوا تفتحوا بقيه، تحلوا بقيه المطالب اللي عندي، حلها بايدك. ولو في اي حد عنده اي تعليقات انا بقراها، يكتبها لي عندنا في التعليقات وانا هرد عليها للدفعه كلها. بتمنى لكم التوفيق باذن الله، وكل سنه وانتم طيبين. اشوفكم على خير في المحاضره الجايه. سلام عليكم.